السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا العمر كله. طبعا احنا قلنا ايه، هنشغل جهاز الوافل، واحنا دهناه زيت في الاول. اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشرف خلق الله، وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا دهناها الاول زيت، هي سخنت ما شاء الله، باين كده والله اعلم ان هي حلوة باذن الله. فاحنا بنعمل ايه، بناخد شويه كده. بص طبعا انت اول مره ما انتش عارفه هو بتاخد قد ايه، فاحنا بنحاول نظبطها. لو في حته زياده ولا حاجه تمسحيها عشان المكنه ما تبقاش ايه تبهدل معاكي. بصي بعدين بترجعي تقفليها بالشكل ده. هي طبعا بتعرفي ازاي استوت، لو اللنده الخضرة نورت واتطفت الحمراء، يعني احنا بنسيبها لحد ما تستوي. اول ما اللنده الخضرة دي تنور تعرفي كده ان ايه، ان الوافل استوى. لا بصي انا تقريبا غلطت، هي كده الخضرة والحمراء منورين مع بعض. بسم الله ونسمي كده بسم الله. بصي لسه بيضة، بتسيبيها بقى لحد ما ايه اللندة الحمراء او الخضرة تطفي، يعني انت ما تخافيش من الدخانة دي كده ايه، لسه ما تقلقيش، لازم لندة من اللندة دي تطفي. اول ما لندا دي تتطفي بتعرفي ان الدنيا ايه كويسه. هو كده اللندتين شغالين بس هي نيه لسه من جوه. اهي بصي، بص اللندا الخضراء طفت واللندا الحمراء هي اللي شغاله كده، يبقى ايه استوت. بنفتح بسم الله. بصي طبعا ايه احنا، بصي لسه برضه بتقومي قافلاها تاني لحد ايه ما تحمر معاك. طبعا احنا كده بنسيبها لسه ما استوتش، هي بيضة يعني انت عايزة لها لون تاني ماشي، بتسيبيها لحد ما تستوي. برضو بنفتح تاني ونشوف لان هي ما شاء الله بصي لسه برضو بنسيبها لحد ما ايه كده الخضرة نورت تاني، يعني معنى كده لسه نية. اول ما اللندة الخضرة دي تطفي، هي لسه كده ما اتطفتش، اول ما تطفي معانا تعرفي كده ان ايه الوافل استوى. ما تقلقيش انا كده معاكم، انا لسه اول تجربة برضو ليا اهو، انا اول حاجة معاكم لسه بجربها في البداية. انا احنا كده مع بعض كده، اللندة الخضرة نورت كمان مرة لسه، اول ما تطفي نفتح تاني هي كده لسه، كده لسه بتستوي اهي. بصي لو سمعت التكة، اللندة الخضرة اتطفت وبتعمل تكة، فهنشوفها تاني ونسمي بسم الله بسم الرحمن الرحيم. بصي طب انا كده برضو ايه مستوتش، هعمل ايه اشوفها بقى من تحت، ما يمكن استوت من تحت. اه تصدقي بقت حمرة شوية من تحت، اه جميلة. وبرجع ايه اعملها كده واروح قافلها تاني.
كده انا عرفت هي استوت من تحت، بس انا لو سبتها شويه سيبها براحتها بقى، احنا عشان ما كناش مسخنينها قوي، بس بتاخد مده كده. اللندا الخضراء لسه مطفيه، اول ما تشتغل بتقيد تاني اللندا الخضراء، بعد كده بتستوي وتروح تطفي وكده، ايه بتبقى استوي. طبعا هي اللندا الخضراء لسه ما ولعتش، احنا حطيناها او تقريبا لما بتستوي اللندا الخضراء بتدينا اشاره ان هي بتنور، فهي كده خلاص اللندا الخضراء دي مطفيه. امتى بقى تنور؟ لما تستوي، كده لسه ما استوتش. طبعا انا زي زيكم اهو بنجرب، واول مره وهنشوف الدنيا فيها ايه. انا مطلعه طبق جميل اهو شيك كده، طبق حلو عشان اطلع عليه. بعدين انت بقى بتحطي صوص فراوله عليه، شوكولاته، كل حاجه اللي انت عايزاه. بص اللندا الخضراء نورت، لو خدتي بالك اللندا الخضراء نورت. اول ما تطفي احنا هنفتح ونشوف الدنيا فيها ايه، ان شاء الله يعني بتكون كويسه باذن الله. كده الخضره طفت، بنفتح بنسمي دايما نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الحاجه. ساتر يا رب، الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي طبعا انت عايزاها يعني شويه عن كده، سيبيها مش مشكله، سيبها براحتها مش مشكله. وبعد كده يعني كل ما تسيبيها كل ما بتحمر اكتر، كل ما بتبقى حلوه، حاجه جميله انت بتعمليها في البيت. هي يعني ايه لما تشتروا من بره حاجه بتبقى غاليه، كده هي لسه اللندا الحمراء منوره، يعتبر ممكن تكون ايه بتستوي لما اللندا الحمراء بتنور، ولما الخضرة دي بتطفي بتبقى استوي. فاحنا هنمشي واحده واحده، وانا ماشيه معاكم اهو واحده واحده، ان شاء الله حلوه باذن الله. تقلقيش عليها، هي ممكن تكون بتطول بس في الاخر بتطلع لك نتيجه حلوه، نتيجه مرضيه هترضيكي باذن الله ان شاء الله. بعدين كل حاجه سهله وبسيطه، تعلمي تعملي الحاجه في البيت هتطلعيها احسن من من المحلات. بس اللندا الخضراء، اللندا الخضراء نورت دلوقتي، احنا كده ماشيين ما شاء الله واحده واحده، يعني انت تمشي معايا واحده واحده تطلعي الحاجه في منتهى الجمال وجميله وحلوه ان شاء الله. نستنى بقى لما اللندا الحمراء دي تطفي نقوم ايه طافينها. هو كده خلاص اهي طفي، فيها طبقه كده لو انت بتسمعيها هتسمعيها، فيها طبقه حلوه قوي كده، ان كده بتقول لك خلاص ايه الوافل جهز. كده احنا نسمي بسم الله وكده خلاص ايه هنطلعه بسم الله. بس احمرت ازاي بقى جميل ما شاء الله، بس الواحده بقت ناشفه وحلوه ازاي على فكره. بتسيبيهم برضو في الهواء، هو مش باين قوي بس مش مشكله. برضو بنجيب زيت، مش لازم تدهني اللي فوق، ادهني بس دي دلوقتي ماشي. بعد كده بنجيب شويه وبنحطه ماشي، بنجيب شويه كمان هنا وبنحطه ماشي. لازم تظبطي وتاخد المساحه ايه بالظبط. بعد كده بنقفل، بس
السم بسم الله. كده الوافل بصي جميل ازاي، حاجه حلوه وسهله وجميله. بصي حاجه في منتهى الجمال وناشف، يعني مش طري. لا بصي الواحده، بصي اهو سامعه. على فكره كل ما بتسيبيه كل ما بيبقى انشف واكتر وبيبقى حلو. بصي جميل ازاي، بصي منتهى الجمال بجد، حاجه حلوه. طبعا انا هعمله كله زي ما انت شايفه كده، وهاجي ان شاء الله في الاخر اوريهولك. ادي الوافر احنا عملناه في منتهى السهوله وفي منتهى الجمال، هعمله كله واجي اوريك احنا عملنا ايه. هقول لك ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.